نروح بقى لأخبارنا، حاجة بقى جميلة جدا وتدعو للفخر يا جماعة، فخر مصر طبعا والعرب. محمد صلاح بعد ما الاتحاد الدولي لكرة قدم اختاروا النهاردة، فيفا اختارته النهاردة ضمن قائمة العشر لعيبة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2020. زي ما انتوا شايفين كده الحقيقة، طبعا القائمة ضمت أربع نجوم من فريق ليفربول لوحده بعد فوزه بلقب البريمير ليج، بس واحد منهم الحقيقة وهو تياجو الكانتارا بسبب طبعا تواجده هو في بايرن ميونخ بعد فوزه معاه بكل حاجة في الموسم اللي فات، وعلى رأسها طبعا دوري أبطال أوروبا. بس في يعني او هو اتنقل في الصيف ده لليفربول بعد نهايه بطوله اوروبا على طول. وكابتن هاني بقى يعرف الساده المشاهدين على قائمه المرشحين. طبعا كلها نجوم، كلهم يعني كلهم نجوم كبار جدا، واولا فخر ان كمان ما زال صلاح يعتلي على قمه افضل اللعيبه على مستوى العالم. ويمكن ده بيرجعنا لسنتين ثلاثه ورا او قبل ما يروح ليفربول، ان كان في ترى صلاح هيقدر في البريمير ليج. طب اول سنه صلاح مش كويس، ده دي سنه وتعدي. صلاح ما شاء الله، ويعني فخر لينا كلنا كعرب وكمصريين وكافارقه انه يتواجد في هذه القائمه الطويله. اقول لحضراتكم القائمه بشكل كبير: تياجو الكانتارا طبعا الاسباني، ده لاعب البايرن ولاعب دلوقتي ليفربول، كريستيانو طبعا رونالدو البرتغالي لاعب اليوفنتوس، كيفن دي بروين اللاعب البلجيكي وطبعا لاعب المان سيتي، ليفاندوفسكي طبعا ده اللاعب البولندي العظيم لاعب بايرن ميونخ، ساديو ماني السنغالي لاعب ليفربول، مبامبي طبعا الفرنسي في باريس سان جيرمان، وليونيل ميسي طبعا الارجنتين برشلونه، نيمار دي سيلفا طبعا البرازيلي في باريس سان جيرمان، واكيد الصخره الدفاع العالميه سيرجيو راموس الاسباني في ريال مدريد، وفخر العرب وفخر المصريين والفخر الافريقي محمد صلاح طبعا موجود في ليفربول، وفان دايك كمان الهولندي في ليفربول. ده 10 اسماء او 10 لاعبين على مستوى عالي جدا جدا من الاخلاق ومن المهاره، هم دول اللي هيكون واحد منهم هو صاحب جائزة أفضل لاعب 2020. تعالوا نشوف تقرير عن هذه الأحداث وهذه القائمة ونرجع في البيت الكبير. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم قائمة مكونة من 11 لاعبا مرشحين لجائزة الأفضل في 2020، من بينهم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي. أبرز من ضمت القائمة بجانب صلاح البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، والبرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، والإسباني سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد. وفتح فيفا باب التصويت بداية من اليوم وحتى 9 من ديسمبر المقبل على أن يعلن قائمة المرشحين الثلاثة في تلك الجائزة وجوائز أفضل مدرب في فئة الرجال والسيدات وحارس ولاعبة وحارسة وأفضل هدف بوشكاش. وسيقام حفل افتراضي يوم 17 من ديسمبر للإعلان عن الفائزين. وعن كيفية تتويج الفائز بالجائزة، نرى أنه بعد إعلان القائمة النهائية تطرح للتصويت من خلال أربع مسارات، كل مسار منها يمثل نسبة 25% من الجائزة. يطرح التصويت على مدربي المنتخبات، كما يصوت قادة المنتخبات، ويطرح التصويت أيضا على الصحفيين. أما نسبة 25% المتبقية فتذهب للجماهير الذين يمكنهم التصويت على الجائزة عبر موقع الاتحاد الدولي، وتجمع نقاط كل فئة وفقا لعددها وتضم نسبتها للجائزة. ويواجه محمد صلاح منافسة شرسة، فالبولندي روبرت ليفاندوفسكي على سبيل المثال قدم مستوى رائعا مع بايرن ميونخ الموسم الماضي وقادهم للفوز بالثلاثية المحلية ودوري أبطال أوروبا التي كان هدافها وهداف الدوري الألماني، إلى جانب الأسماء الأخرى المرشحة للجائزة.